بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس العاشر. الحمد لله رب العالمين، أرسل رسله وأنزل كتبه ببيان الهدى من الضلال، فأوضح المحجة وأقام الحجة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم الرسل، ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، وحذرها من الانحراف والتحريف، وحثها على التمسك بالكتاب والسنة ضمانا لنجاتها وسعادتها في الدنيا والآخرة. فصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن العقيدة هي الأساس الذي يقوم عليه بنيان الأمم، فصلاح كل أمة ورقيها مربوط بسلامة عقيدتها وسلامة أفكارها. ومن ثم جاءت رسالات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تنادي بإصلاح العقيدة قبل كل شيء. فكل رسول يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وذلك لأن الله سبحانه خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة حق الله على عباده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذا الحق هو أول الحقوق على الإطلاق، لا يسبقه شيء ولا يتقدمه حق أحد. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الآيات. ولأسبقية هذا الحق وأوليته على سائر الحقوق، وكونه الأساس الذي تبنى عليه سائر أحكام الدين، نرى النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة يدعو الناس إلى القيام بهذا الحق ونفي الإشراك عنه. وجاء القرآن الكريم في معظم آياته بتقرير هذا الحق ونفي الشبه عنه. وكل مصل فرضا أو نفلا يعاهد الله على القيام بهذا الحق في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا الحق العظيم يسمى توحيد العبادة أو توحيد الإلهية أو توحيد الطلب والقصد، أسماء لمسمى واحد. وهذا التوحيد مركوز في الفطر، فكل مولود يولد على الفطرة، وإنما يطرأ الانحراف عنه بسبب التربية الفاسدة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وهذا التوحيد أصيل في العالم،
والشرك طارئ عليه ودخيل فيه. قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وقال تعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين آدم ونوح عليهما الصلاة والسلام 10 قرون كلهم على الإسلام. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: هذا هو القول الصحيح في الآية، وذكر ما يعبده من القرآن، وصححه أيضا الحافظ ابن كثير في تفسيره. وأول ما حدث الشرك في الأرض في قوم نوح حين غلوا في الصالحين واستكبروا عن دعوة نبيه، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، أي تماثيل، وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا يعني الصالحين، لما ماتوا يعني هؤلاء الصالحين في قوم نوح، عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. ثم قال رحمه الله: وقد تلاعب الشيطان بالمشركين في عبادة الأصنام، فكل قوم على قدر عقولهم، فطائفة دعاهم إلى عبادتها من جهة تعظيم الموتى الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم كما في قوم نوح، وهذا السبب هو الغالب على عوام المشركين. وأما خواصهم فاتخذوا الأصنام على صور الكواكب المؤثرة في العالم بزعمهم، وجعلوا لها بيوتا وسدنة وحجابا وقربانا، ولم يزل هذا في الدنيا قديما وحديثا. وأصل هذا المذهب من مشرك الصابئة، وهم قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذين ناظرهم في بطلان الشرك وكسر حجتهم بعلمه وآلهتهم بيده، فطلبوا تحريقه. وطائفة أخرى اتخذت للقمر صنما وزعموا أنه يستحق العبادة وإليه تدبير هذا العالم السفلي. وطائفة تعبد النار وهم المجوس، فيبنون لها بيوتا كثيرة ويتخذون لها الوقوف والسدنة والحجاج، فلا يدعونها تخرج لحظة واحدة. وطائفة تعبد الماء، تزعم أن الماء أصل كل شيء، وبه كل ولادة ونمو ونشوء وطهارة وعمارة. وطائفة تعبد الحيوانات، وطائفة عبدت الخيل، وطائفة عبدت البقر، وطائفة عبدت البشر الأحياء والأموات، وطائفة تعبد الجن، وطائفة تعبد الشجر، وطائفة تعبد الملائكة. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. أيها الإخوة، ومن هذا الأثر الذي مر من رواية البخاري عن ابن عباس في بيان سبب حدوث الشرك في قوم نوح، ندرك أولا خطورة التصوير وخطورة تعليق الصور على الجدران،
وخطورة نصب التماثيل في المجالس والميادين، وأن ذلك يؤول بالناس إلى الشرك، بحيث يتطور تعظيم تلك الصور والتماثيل إلى عبادتها واعتقاد جلب الخير ودفع الشر منها، كما حدث لقوم نوح. وندرك ثانيا مدى حرص الشيطان على إضلال بني آدم ومكره بهم، وأنه قد يأتيهم من ناحية استغلال العواطف ودعوة الترغيب في الخير، فإنه لما رأى في قوم نوح ولوعهم في الصالحين ومحبتهم لهم دعاهم إلى الغلو في هذه المحبة، بحيث أمرهم بنصب صورهم على المجالس، وهدفه من هذا الخروج بهم عن جادة الصواب. وندرك ثالثا أن الشيطان لا يقصر نظره على إغواء الأجيال الحاضرة، بل يمتد نظره إلى إغواء الأجيال المستقبلة، فإنه لما لم يتمكن من إيقاع الشرك في الجيل الحاضر من قوم نوح، طمع في الجيل المستقبل ونصب له الحيل حتى أوقعه في الشرك. وندرك رابعا أنه لا يجوز التساهل في وسائل الشر، بل يجب قطعها وسد بابها لئلا تفضي إلى المحذور. وندرك خامسا فضل العلماء العاملين، وأن وجودهم في الناس خير وفقدانهم شر، فإن الشيطان لم يتمكن من إغواء القوم حتى فقد العلماء. أيها الإخوة، وجدير بنا أن نبين أنواع التوحيد. فأنواع التوحيد: التوحيد نوعان، توحيد في المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية المتمثل في الإقرار بالخالق والإقرار بانفراده بالخلق والتدبير والإحياء والإماتة وجلب الخير ودفع الشر، وهذا النوع لا يكاد ينازع فيه أحد من الخلق، حتى إن المشركين كانوا يقرون به مع شركهم ولا ينكرونه، كما ذكر الله تعالى عنهم ذلك في قوله: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار، من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وأمثالها من الآيات في القرآن كثير، وفيها البيان الواضح أن المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، وإنما كانوا يجحدون توحيد العبادة، وهو النوع الثاني المتمثل في إفراد الله سبحانه وتعالى في الطلب والقصد في كل ما يصدر من العبد من أنواع العبادة، فما تدل عليه وتعبر عنه كلمة لا إله إلا الله، فإن هذه الكلمة تثبت العبادة بجميع أنواعها لله وحده وتنفيها عما سواه. ولهذا لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين أن يقولوها امتنعوا وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، لعلمهم أن من قال لا إله إلا الله فقد اعترف ببطلان عبادة كل ما سوى الله وأثبت العبادة لله وحده، فإن الإله معناه المعبود، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. فمن نطق بلا إله إلا الله وهو مع هذا يدعو غير الله فقد تناقض مع نفسه. والعلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية هي التلازم، بمعنى أن الإقرار بتوحيد الربوبية يوجب الإقرار بتوحيد الإلهية والقيام به ظاهرا وباطنا. ولهذا كان الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يطالبون أممهم بذلك
ويحتجون عليهم بما يعترفون به من توحيد الربوبية، كما قال تعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فالإقرار بتوحيد الربوبية مرفوض في الفطر، لا يكاد ينازع فيه أحد من المشركين، ولم يعرف عن أحد من طوائف العالم إنكار هذا النوع إلا الدهرية الذين يجحدون الخالق ويزعمون أن العالم يسير بنفسه من غير مدبر الله، كما قال الله تعالى عنهم: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فرد الله عليهم بقوله: وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. فهم لم يبنوا إنكارهم هذا على برهان دلهم عليه، بل على مجرد ظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. كما أنهم لم يستطيعوا الإجابة عن قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، ولا الإجابة عن قوله تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. ومن تظاهر بجحد هذا النوع من التوحيد كفرعون فهو مقر به في الباطن، كما قال الله تعالى عنه: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. وقال عنه وعن قومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال تعالى عن الأمم الأولى عاد وثمود: وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. والحاصل أن إثبات توحيد الربوبية محل وثاق والشرك فيه قليل، ولكن الإقرار به وحده لا يكفي العبد في حصول الإسلام، بل لا بد مع ذلك أن يأتي بلازمه وهو توحيد الإلهية. فإن الأمم الكفرية كانت تقر بتوحيد الربوبية، خصوصا مشرك العرب الذين بعث فيهم خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا بإقرارهم بتوحيد الربوبية مسلمين لما لم يأتوا بتوحيد الإلهية. والمستقرئ لآيات القرآن الكريم يجد أنها تطالب بتوحيد الإلهية وتستدل عليه بتوحيد الربوبية، فهي تطالب المشركين بما جحدوه وتستدل عليهم بما أثبتوه، فهي تأمر بتوحيد العبادة وتخبر عن توحيد الربوبية، فتذكر توحيد العبادة في سياق الطلب وتذكر توحيد الربوبية في سياق الخبر. وأول أمر جاء في القرآن الكريم هو قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وكثيرا ما نجد في القرآن الكريم الدعوة إلى توحيد العبادة والأمر به والجواب عن الشبه الموجهة إليه، وكل سورة في القرآن بل كل آية في القرآن فهي داعية إلى توحيد العبادة، لأن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وهذا هو توحيد الربوبية، وإما دعاء إلى عبادته وحده لا شريك له وترك ما يعبد من دونه وهذا هو توحيد الإلهية، وإما خبر عن إكرامه لأهل التوحيد
وأهل الطاعة في الدنيا والآخرة، وهذا جزاء توحيد الإلهية. وإما خبر عن أهل الشرك وعن جزائهم في الدنيا والآخرة، وهذا جزاء من خرج عن حكم هذا التوحيد. وهذا التوحيد بجميع أنواعه وحقوقه تضمنته كلمة واحدة هي لا إله إلا الله، فإنها تتضمن نفيا وإثباتا، نفي الإلهية الحقة عن كل ما سوى الله وإثباتها لله وحده، كما تتضمن ولاء وبراء، ولاء لله وبراء مما سواه. ودين التوحيد قائم على هذين الأساسين، كما قال الله تعالى عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وهذا منهاج كل رسول يبعثه الله، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فمن قال لا إله إلا الله فقد أعلن البراءة من عبادة كل ما سوى الله، والتزم القيام بعبادة الله، وذلك عهد يقطعه الإنسان على نفسه، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. فلا إله إلا الله إعلان لتوحيد العبادة، لأن الإله معناه المعبود، أي لا معبود بحق إلا الله. فمن قال هذه الكلمة عارفا لمعناها، عاملا بمقتضاها من نفي الشرك وإثبات الوحدانية لله مع اعتقاد ذلك والعمل به، فهو المسلم حقا. ومن قالها وعمل بمقتضاها ظاهرا من غير اعتقاد في القلب فهو المنافق. ومن قالها بلسانه وعمل بخلافها من الشرك المنافي لمدلولها فهو الكافر، ولو قالها مرارا وتكرارا، كحال عباد القبور اليوم الذين ينطقون بلا إله إلا الله ولكن لا يفقهون معناها، ولا يكون لها تأثير في تعديل سلوكهم وتصحيح أعمالهم، فتراه يقول لا إله إلا الله ويكثر من ذلك، ثم يقول: المدد يا عبد القادر، المدد يا بدوي، يا المدد يا فلان يا فلان، يستنجد بالأموات ويستغيث بهم في الملمات. إن المشركين الأولين عرفوا من معنى هذه الكلمة ما لم يعرفه هؤلاء، حيث أدركوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال لهم قولوا لا إله إلا الله فقد طلب منهم ترك عبادة الأصنام وعبادة الله وحده، ولهذا قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا. وقد قال قوم هود له: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. وقال قوم صالح له: أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا. وقال قوم نوح له من قبل: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذا ما فهمه الكفار من معنى لا إله إلا الله، أنه ترك لعبادة الأصنام وإقبال على عبادة الله وحده، فلهذا أبوا عن النطق بها، لأن النطق بها لا يجتمع، لا يليق مع عبادة الله والعزة ومنات. وعباد القبور اليوم لا يدركون هذا التناقض، فهم ينطقون بها مع بقائهم على عبادة الأموات. وبعضهم يفسر الإله بأنه القادر على الاختراع والخلق والإيجاد، فيكون معنى لا إله إلا الله عند هؤلاء لا قادر على الاختراع إلا الله، وهذا من أفحش الخطأ، فإن من فسرها بذلك لم يزد على ما أقر به الكفار، فإنهم كانوا يقرون بأنه لا يقدر على الاختراع وعلى الخلق والرزق والإحياء والإماتة إلا الله، كما ذكر الله تعالى ذلك عنهم، ولم يصيروا بهذا الإقرار مسلمين.
نعم هذا المعنى الذي يذكرونه داخل في معنى لا إله إلا الله، ولكن ليس هو المقصود من هذه الكلمة. والشرك في العبادة هو صرفها أو صرف شيء منها لغير الله، وقد ألمحنا فيما سبق إلى مبدأ حدوث الشرك في الأرض، ولا زال مستمرا في الخلق إلا من رحم الله. والشرك نوعان، شرك أكبر يخرج من الملة كالذبح والنذر لغير الله ودعاء غير الله أو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، وشرك أصغر لا يخرج من الملة لكنه ينقص التوحيد وربما يتمادى بصاحبه حتى يقع في الشرك الأكبر، وذلك كالحلف بغير الله وكيسير الرياء وكقول ما شاء الله وشئت وقول لولا الله وأنت وما أشبه ذلك من الألفاظ التي تجري على اللسان ولا يقصد المتكلم بها معناها، فهي من الشرك الأصغر. وقد كثر الشرك في هذه الأمة واستشرى أمره بسبب ابتعاد أكثر الناس عن الكتاب والسنة وتقليدهم للآباء والأجداد على غير هدى، وبسبب الغلو في تعظيم الموتى والبناء على قبورهم، وبسبب الجهل بحقيقة دين الإسلام الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. وبسبب رواج هذه الشبه والحكايات التي ظل بها أكثر الناس واعتبروها أدلة يستندون إليها في تبرير ما هم عليه، بسبب هذه الشبه ظل كثير من الناس. وهذه الشبه منها ما أدلى به مشرك الأمم السابقة ومنها ما أدلى به مشرك هذه الأمة. ومن هذه الشبه أولا شبه المشركين في مختلف الأمم قديما وحديثا، وهي شبهة الاحتجاج بما عليه الآباء والأجداد وأنهم ورثوا هذه العقيدة عن آبائهم وإن خالفت ما جاء به الرسل. قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وهذه حجة يلجأ إليها كل من يعجز عن إقامة الدليل على دعواه، وهي حجة داحضة لا يقام لها وزن في سوق المناظرة، فإن هؤلاء الآباء الذين قلدوهم ليسوا على هدى، ومن كان كذلك لا تجوز متابعته والاقتداء به. قال تعالى: أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وقال تعالى: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وإنما يكون الاقتداء بالآباء محمودا إذا كانوا على حق. قال تعالى عن يوسف عليه السلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وهذه الشبهة شبهة الاحتجاج بما عليه الآباء وإن خالف الحق متغلغلة في نفوس المشركين يقابلون بها دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فقد قال قوم نوح له لما قال لهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم
ولو شاء ربنا لأنزل ملائكة، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. فانظر إلى قولهم ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، احتجاج بما عليه الآباء. وقال قوم صالح له: أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ وقال قوم شعيب له: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ وقال قوم إبراهيم له لما أفحمهم بالحجة وقال لهم: ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون؟ أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. وقال فرعون لموسى: فما بال القرون الأولى؟ وهكذا الكفر ملة واحدة لا يملك أهله حجة يدفعون بها الحق إلا هذه الحجة الواهية. ثانيا: الشبهة التي أدلى بها مشرك قريش وغيرهم، وهي الاحتجاج بالقدر على تبرير ما هم عليه من الشرك. قال تعالى في سورة الأنعام: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. وقال في سورة النحل: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. وقال في سورة الزخرف: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عند آية الأنعام: هذه مناظرة ذكرها الله تعالى، وشبهة تشبث بها المشركون في شركهم وتحريم ما حرموه، بأن الله مطلع على ما هم فيه من الشرك والتحريم لما حرموه، وهو قادر على تغييره بأن يلهمنا الإيمان ويحول بيننا وبين الكفر، فلم يغيره، فدل على أنه بمشيئته وإرادته ورضاه منا بذلك. قال: وهي حجة داحضة باطلة، لأنها لو كانت صحيحة لما أذاقهم الله بأسه ودمر عليهم وأدال عليهم رسله الكرام وأذاق المشركين من أليم الانتقام. قل: هل عندكم من علم؟ أي بأن الله راض عنكم فيما أنتم فيه، فتخرجوه لنا، أي فتظهروه لنا وتبينوه وتبرزوه. إن تتبعون إلا الظن، أي الوهم والخيال، وإن أنتم إلا تخرصون، تكذبون على الله فيما ادعيتمه. وقال عند تفسير آية النحل: ومضمون كلامهم، أي المشركين، أنه لو كان الله تعالى كارها لما فعلنا لأنكره علينا بالعقوبة ولما مكننا منه. قال الله تعالى رادا عليهم شبهتهم: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ أي ليس الأمر كما تزعمون أنه لم ينكره عليكم، بل قد أنكره عليكم أشد الإنكار، ونهاكم عنه آكد النهي، وبعث في كل أمة، أي في كل قرن وطائفة من الناس رسولا، وكلهم يدعون إلى عبادة الله وينهون عن عبادة ما سواه أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلم يزل تعالى يرسل إلى الناس من الرسل بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم في قوم نوح، الذين أرسل إليهم نوح وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي طبقت دعوته الإنس والجن والمشارق والمغارب. وكلهم قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قوله تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء؟ فمشيئة الله تعالى الشرعية عنهم منتفية، لأنه نهاهم عن ذلك على ألسنة رسله. وأما مشيئته الكونية وهي تمكينهم من ذلك قدرا، فلا حجة لهم فيها.
قال: ثم إنه تعالى قد أخبر أنه أنكر عليهم بالعقوبة في الدنيا بعد إنذار الرسل لهم. انتهى كلامه رحمه الله. فهم لم يريدوا بهذا الكلام الاعتذار عن ارتكاب القبيح، لأنهم لا يعتقدون قبح أفعالهم، بل هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وأنهم إنما يعبدون الأصنام ليقربوهم إلى الله زلفى. فلم يريدوا بذلك إلا الاحتجاج على أن ما ارتكبوه حق ومشروع ومرضي عند الله. فرد الله عليهم سبحانه بأنه لو كان الأمر كذلك لما بعث الرسل لإنكاره ولما عاقبهم عليه. ومن شبههم ظنهم أن مجرد النطق بلا إله إلا الله يكفي لدخول الجنة ولو فعل الإنسان ما فعل، متمسكين بظاهر الأحاديث التي ورد فيها أن من نطق بلا إله إلا الله حرم على النار. والجواب عن هذه الشبهة أن الأحاديث المذكورة محمولة على من قال لا إله إلا الله ومات عليها، لم يناقضها بشرك، وفي من قالها خالصا من قلبه مع كفره بما يعبد من دون الله، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عتبان: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وفي صحيح مسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم عصمة الدم والمال بأمرين: الأمر الأول قول لا إله إلا الله، والأمر الثاني الكفر بما يعبد من دون الله. فلم يكتفي باللفظ المجرد عن المعنى، بل لا بد من قولها والعمل بها. فقول لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار ومقتضي لذلك، ولكن السبب والمقتضي لا يعمل عمله إلا إذا تحققت شروطه وانتفت موانعه. قيل للحسن رحمه الله: إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. وقال وهب بن منبه لمن سأله: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. فكيف يقال إن مجرد النطق بلا إله إلا الله يكفي لدخول الجنة ولو كان الناطق بها يدعو الأموات ويستغيث بهم في الملمات ولا يكفر بما يعبد من دون الله؟ هل هذا إلا عين المغالطة بالباطل؟ رابعا ومن شبههم دعواهم أنه لا يقع في هذه الأمة المحمدية شرك وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن هذا الذي يقع من بعضهم مع الأولياء والصالحين عند قبورهم ليس بشرك. والجواب عن هذه الشبهة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه سيحصل في هذه الأمة مشابهة لليهود والنصارى فيما هم عليه، ومن جملة ذلك اتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ فأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفعل ما فعلته الأمم قبلها من الديانات والعادات والسياسات مطلقة، وقد وجد في الأمم قبلنا الشرك فكذلك يوجد في هذه الأمة، وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. فها هي القبور اليوم تعبد من دون الله بأنواع العبادات ويصرف لها كثير من القربات، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنها لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمته بالمشركين
وحتى تعبد فئام من أمته الأوثان. رواه أبو داود وابن ماجه. وقد حدث في هذه الأمة من الشرك والمبادئ الهدامة والنحل الضالة ما خرج به كثير منهم عن دين الإسلام. خامسا، ومن شبههم تعلقهم بقضية الشفاعة، حيث يقولون نحن لا نريد من الأولياء والصالحين في تعلقنا بهم، لا نريد منهم قضاء الحاجات من دون الله، ولكن نريد منهم أن يشفعوا لنا عند الله، لأنهم أهل صلاح ومكانة عند الله سبحانه وتعالى، والشفاعة ثابتة بالكتاب والسنة، فهذا الذي نريده منهم. والجواب عن هذه الشبهة أن هذا هو عين ما قاله المشركون من قبل في تعليل تعلقهم بالمخلوقين من دون الله، كما قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فالشفاعة حق، ولكنها ملك لله وحده. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض، فهي تطلب من الله لا من الأموات ولا من غيره. والله قد أخبرنا أنها لا تحصل إلا بشرطين. الشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه ممن رضي الله قوله وعمله، وهو المؤمن الموحد، كما قال الله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فالله لم يرخص في طلب الشفاعة من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من الأصنام، لأنها ملكه وحده ومنه تطلب. قل لله الشفاعة جميعا، فهو الذي يأذن للشافع أن يشفع، وإن لم يأذن له لم يتقدم في الشفاعة. وليس الأمر كما يحصل عند المخلوقين من تقدم الشفعاء إليهم وإن لم يأذنوا له ويقبلون شفاعتهم ولو لم يرضوا بها، فإن المشفوع عنده من المخلوقين يحتاج إلى الشافع في معاونته فيضطر لقبول شفاعته وإن لم يأذن له فيها. وأن الله سبحانه فهو الغني عما سواه، فليس بحاجة إلى أحد، بل كل أحد محتاج إليه. وأيضا المخلوق لا يدري عن كل أحوال رعيته حتى يبلغه عنها الشفعاء لديه، والله سبحانه بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء من أحوال خلقه في السماوات ولا في الأرض، فليس هو بحاجة إلى من يبلغه سبحانه وتعالى. وحقيقة الشفاعة الصحيحة عند الله سبحانه أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيعفو عنهم ويغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه بذلك. سادسا، ومن شبههم قولهم إن الأولياء والصالحين لهم مكانة عند الله، كما قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قالوا والتعلق بهم والتبرك بآثارهم من تعظيمهم ومحبتهم، وكذلك سؤال الله بجاههم وحقهم، كل ذلك تعظيم لهم. والجواب عن هذه الشبهة أن نقول إن المؤمنين كلهم أولياء الله، وهم يتفاوتون في هذه الولاية بحسب تفاوتهم في الإيمان والأعمال، ولكن الجزم لمعين بأنه ولي لله يحتاج إلى دليل من الكتاب والسنة، فمن شهد له الكتاب والسنة بالولاية شهدنا له بالولاية.
ومن لم يشهد له الكتاب والسنة فإننا لا نجزم له بالولاية، ولكن نرجو للمؤمنين الخير. وحتى من ثبت بالكتاب والسنة أنه من أولياء الله فإنه لا يجوز لنا الغلو فيه والتبرك به وسؤال الله بجاهه وحقه، فإن ذلك من وسائل الشرك ومن البدع المحرمة. فنحن نحب الصالحين والأولياء ونقتدي بهم في الأعمال الصالحة والخصال الطيبة، ولكن لا نغلو فيهم ونرفعهم فوق منزلتهم، فإن الغلو في الصالحين هو مبدأ الشرك، كما حصل في قوم نوح لما غلوا في صالحيهم فآل بهم الأمر إلى أن عبدوهم من دون الله، وكما وقع في هذه الأمة بسبب الغلو في الصالحين من الشرك في العبادة. فقد حذر الله ورسوله من الغلو، فقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والإطراء هو مجاوزة الحد في المدح، فالله تعالى قد أمرنا أن ندعوه وحده بدون واسطة ولي أو غيره، ووعدنا أن يستجيب لنا، وهو لا يخلف وعده. قال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. وقال تعالى: ادعوا الله مخلصين له الدين. وهكذا كل الآيات فيها الأمر بدعائه مباشرة من دون واسطة أحد. والأولياء والصالحون عباد محتاجون فقراء إلى الله. قال الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية: كان أهل الشرك يقولون: نعبد الملائكة والمسيح وعزيرا. قال الله تعالى: أولئك الذين يدعون، أي الملائكة المعبودة لهم، يتبادرون إلى طلب القربة إلى الله فيرجون رحمته ويخافون عذابه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والآية عامة تعم كل من كان معبوده عابدا لله، سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشر. فالآية خطاب لكل من دعا دون الله مدعوا، وذلك المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة ويرجو رحمته ويخاف عذابه. فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين، سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرها، فقد تناولته الآية، كما تتناول من دعا الملائكة والجن. خامسا، ومن شبههم استدلالهم بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وبقوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، حيث فهموا من الآيتين مشروعية اتخاذ الوسائط بينهم وبين الله من الأنبياء والصالحين، يتوسلون بذواتهم وبحقهم وجاههم. والجواب عن ذلك أن الوسيلة في الآيتين الكريمتين ليست كما فهموا، بل المراد بها التقرب إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة. فالتوسل قسمان: توسل المشروع وتوسل ممنوع. فالتوسل المشروع أنواع: أولا، التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كأن يقول المسلم: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا حنان، يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك كذا وكذا. ثانيا، التوسل إلى الله بإظهار الفقر والحاجة إليه سبحانه، كما قال أيوب عليه السلام: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وكما قال زكريا عليه السلام: رب إني وأنا العظم مني واشتعل الرأس شيبا
ولم أكن بدعائك رب شقيا. الآيات. وكما قال ذو النون عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثالثا التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، كما في قوله تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وكما في قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة فسدت عليهم الغار ولم تترك لهم منفذا يخرجون منه، فدعوا الله تعالى بصالح أعمالهم ففرج عنهم. وهذا هو التوسل المذكور في الآيتين الكريمتين، فهو التقرب إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة. رابعا التوسل إلى الله تعالى بدعاء الصالحين، بأن تأتي إلى عبد صالح حي وتقول له: ادعو الله لي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه: لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك. فكما كان الصحابة رضي الله عنهم يطلب بعضهم من بعض الدعاء، وكما كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي أن يدعو الله لهم. فأن تأتي إلى عبد صالح حي وتطلب منه أن يدعو الله لك، هذا من التوسل المشروع. أما التوسل الممنوع فهو التوسل بذوات المخلوقين وحقهم وجاههم، والتوسل بالأموات، كأن يقول قائل: أسألك بفلان أو بحق فلان أو جاهه، فإن هذا بدعة محرمة ووسيلة من وسائل الشرك. وإن صاحبه تقرب إلى المخلوق بشيء من أنواع العبادة فهو الشرك الأكبر، نعوذ بالله من ذلك. كأن يذبح للولي أو ينذر لقبره أو يناديه ويطلب منه المدد وغير ذلك. نسأل الله أن يبصر المسلمين بدينهم وأن ينصرهم على أعدائهم ويهدي ضاله. أيها الإخوة، إن الشرك هو أعظم أنواع الظلم. قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. إن الشرك لا تتناوله مغفرة الله لمن مات عليه. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن المشرك تحرم عليه الجنة تحريما مؤبدا، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن المشرك نجس لا يحل له دخوله في حرم الله. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. إن المشرك حلال الدم والمال، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. إن المشرك قد ضل ضلالا مبينا وافترى إثما عظيما. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. إن المشرك لا تحل مناكحته ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبته. ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. إن المشرك لا يقبل منه عمل ولا تصح منه عبادة. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. نعوذ بالله من الشك والشرك والكفر والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المنقلب في المال والأهل والولد.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.